وسط حضور كبير افتتح سمو الأمير خالد بن عبد الله وسمو الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس أمناء صندوق الفروسية وسمو الأمير محمد بن نواف سفير خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة وسمو الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة السعودية العامة للسياحة والآثار معرض الفروسية الخيل من شبه الجزيرة العربية إلى رويال أسكوت، مصاحبهم في ذلك سمو الأمير أندرو دوك يورك. وقد قامت السعودية بتنظيم وتمويل المعرض كمجاملة من البلد الحاضن للحصان العربي الرائع الجمال وكهدية ليوبيل الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة. نجتمع هذا المساء في هذا الصف الثقافي العالمي المتحف البريطاني لنحتفل بالحصان رمز السلام والحضارة والتقدم. هذا المخلوق الفريد الذي أجمعت الأمم على حبه وعشقه من بدء حضارة الإنسان على وجه الأرض وحتى يومنا الحاضر. ويكشف المعرض دور الخيول في منطقة الشرق الأوسط منذ بدء ترويضها قبل نحو 3500 عام وحتى يومنا هذا، كما يسلط الضوء على تقاليد الفروسية في المملكة المتحدة بدءا من إدخال الخيول العربية الأصيلة إليها في القرن 18 ووصولا إلى المسابقات الرياضية الآن مثل مهرجان أسكوت الملكي والألعاب الأولمبية. والله الخيل ما في شك هي نعتبرها جسر حضاري مهم جدا، يعني هناك رمزية كبيرة جدا لهذا المعرض بحكم أن الخيل اليوم الأصول التي توجد في بريطانيا اليوم الخيل المعروفة هي أصلها من الجزيرة العربية وانتقلت عبر ليدي أن بلانت ورحل الآخرين إلى الجزيرة العربية لبريطانيا فشكلت جسر، فهذه أحد الجسور الممتدة. ويشمل المعرض تحفا وكنوزا نادرة من المملكة العربية السعودية لها من العمر آلاف السنين، إضافة إلى قطع أثرية لا تقدر بثمن من المجموعة الخاصة للملكة إليزابيث الثانية ومؤلفات مهمة من المكتبة البريطانية والمتحف الحربي الملكي وغيرها. على مر العصور لعبت الخيول دورا هاما في تطور الحضارة الإنسانية، ويبين هذا المعرض مدى عمق الرابط الوثيق بين هذا الحيوان النبيل وبني البشر، والاحترام والإعجاب المشترك للخيل يعكس العلاقات الطويلة والقوية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. لقناة الإخبارية كريم جوهري، لندن.